أصدقائي في الشرق الأوسط. إيران هي التي تقف حرفيا خلف كافة الإرهاب والاضطرابات والفوضى والقتل، وهذا يجب أن لا يكون مفاجئا. عندما تم تأسيس الجمهورية الإسلامية تعهد آية الله الخميني بأننا سوف نقوم بتصدير ثورتنا للعالم بأسره، وأننا سوف نصدر الثورة الإسلامية للعالم بأسره. الآن أسألوا أنفسكم، أي دولة تقف في طريق إيران من أجل فرض الإسلام الراديكالي في العالم؟ إنها الجواب واضح، الولايات المتحدة، مهد الحضارات وأكبر قوة في العالم. That's why Iran sees America. ولهذا السبب فإن إيران ترى أمريكا بصفتها عدوها اللدود. في الشهر الماضي أحدهم تحدث عن الحرب في غزة، وكنت قد سمعته من أحد وكلاء إيران حزب الله الذي قال بأن هذه ليست حرب، ليست بحرب مع إسرائيل، إسرائيل مجرد أداة. الحرب الحقيقية، الحرب الأساسية هي مع الولايات المتحدة. إن النظام الإيراني كان يحارب الولايات المتحدة منذ جاء إلى سدة السلطة، ومنذ عام 79 قاموا بضرب السفارة الأمريكية وتسببوا بعدد كبير من الوفيات والأشخاص الذين تم احتجازهم. وفي بيروت قتلوا أكثر من 241 موظفا أمريكيا، وفي أفريقيا ضربوا السفارة الأمريكية، وفي العراق زودوا متفجرات من أجل قتل أعداد كبيرة من الجنود الأمريكيين. وفي الولايات المتحدة نفسها قاموا بإرسال كتائب قتل، كتائب موت، من أجل قتل وزير الخارجية السابق ومستشار الأمن القومي، وكما علمنا في الآونة الأخيرة كما أنهم هددوا بقتل الرئيس ترامب بصورة وقحة. لكن إيران تفهم بأنها إذا ما كانت عليها أن تفعل ذلك مع أمريكا، عليها أن تقوم بإلحاق بالسيطرة على الشرق الأوسط. ولهذا نرى وكائلها الحوثيين وحماس، وفي خضم الشرق الأوسط هناك ديمقراطية مؤيدة للولايات المتحدة، دولة وحيدة ألا وهي بلدي، دولة إسرائيل. ولهذا السبب فإن هؤلاء الذين ينشدون الموت لأمريكا في إيران ينشدون ذلك قبل إسرائيل. لذا عندما تقوم إسرائيل بمحاربة حماس فإننا نحارب إيران، عندما نحارب حزب الله نحارب إيران، وعندما نحارب الحوثيين نحارب إيران، وعندما نحارب إيران فإننا نحارب أكبر عدو لدودا قاتلا للولايات المتحدة. مسألة أخرى، عندما تتصرف إسرائيل من أجل منع إيران من تطوير أسلحة نووية، أسلحة نووية يمكن أن تدمر إسرائيل وتهدد كل مدينة أمريكية جئتم منها، فنحن لا نقوم فقط بحماية أنفسنا بل نقوم بحمايتكم.